لقد نبان لك معقد ما مزيانش ما تنسواش قول اللي بغيتي تقولو ولا خر لور ولا خر له حلفو فهمتيني مع الباكاج بحال الدجاج لا شوف اذا ظهر المعنى لا فايده من التكرار كيف تيقول اظن شحال فيكم ديال التعقاد نتوما الحياه وعظ الله راه تيسافر هو وياه كيمشيو تل وباش هز التليفون كتعيط ياسين واش بلاش هذا واقع يشكو منه عدد من الناس وقعوا في اقبح محظور انت غتناقش المناطق المعزوله عادي انت ما جاتنا تقالوا العيالات في الدنيا قال لك عادك ولا غتناقش معاه المنطقه فين غادي تمشي راه بزاف الناس شوف راه ما كيحسوش بالتدرج ديال المساله حتى كيلقى راسو طاح في المحظور هادشي اللي كنقول لكم ماشي نظري هذا تطبيق هذا واقع يشكو منه عدد من الناس وقعوا في اقبح محظور وتعيط كيقول لك استاذ راه طاري كذا كيفاش نفكها الى اخره ملي كتهضر معاه بشويه بشويه كتلقى المنطلق راه كان منطلقا يعني الخدم الخير النيه فيه مزيانه لكن شوف واخا النيه تكون مزيانه راه هي لا تكفي لاصلاح العمل اذا كان العمل فاسدا فانا عندي ضوابط ديالي تضبط لي انا عندي الشرع قلت سيدي ربي هو اللي تيضبط لي اظن شحال فيكم ديال التعقاد نتوما الحياه وعظ الله راه تيسافر هو وياه كيمشيو تل النيبال وتيسميتو تيجي وما كاين حتى شي اشكال هو خاص مشاو للنيبال جاو مزيان انا عندي ضوابط ديال الشرع ما تصيفطهمش حتى للويزيه مشان النيبال عندي ضوابط نقدر نبان لك معقد ما مزيانش ما تنسواش قول اللي بغيتي تقولو انا هذا هو القانون اللي كيعطاني ما كنخرجش عليه حيت عندي مبدا تنعتاد عندي البقيته اللي كيخدموا فيها الاخوات تخدموا الاخوات البقيته اللي كيخدموا الاخوه تخدموا الاخوه الجسور ديال التواصل بيناتهم مضبوطه محدوده وعلى مراه ومسمع من الجميع باش كنسد باب الشيطان انت عاودتي لي غير على دوك اللي مشاو للنيبال وجاو بخير وعلى خير ما عاودتيش عليا على ديك الترسانه اللي دارت روينك حنا وباش هز التليفون كتعيط ياسين واش بلاش خدنا لا شوف اذا ظهر المعنى لا فايده من التكرار كيف تيقول ربما نقطة أخيرة طاحت لي دابا في بالي ما كانش موجدها لكن طاحت لي دابا في بالي شوف أسيادة العمل التطوعي ما كاينش فيه عمل تطوعي ديال دوك اللي لاباس عليهم وعمل تطوعي ديال المظالم وملي كنتمو غاديين في الكار باش نوصلوا مثلا للمأونة دوك اللي كيجلسوا قدام هو فلان وفلان 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 كنخليو ليه يجلس فوق الرويضة ماشي مشكل وخا تجي الدوخة ولا خر لور ولا خر له حلفو فهمتيني مع الباكاج بحال الدجاج سبحان الله العظيم طاح فيا دابا مزيان شوف ما كاينش راه شوف راه هادشي راه كيعاني منه راه حيت القضية طريق آلي في التفكير هادي ما عندهاش علاقة بالعمل التطوعي راه بعض المرات كتبقى حتى في مجالس الدعوة تلقى هادشي حتى في المجالس ديال الدعوة ملي كيجي فلان نطلبو انت خويا فلان البلاصة على شنو زعما غنبداو نحسبو شكون اللي يقرب وشكون اللي يبعد على حسب الصالير ديالك واش اكبر من او يساوي ولا اصغر من او يساوي فنراعي نمشي شويه لهاد المسائل هادي لان اش قلنا الاصل في المساله اننا بغينا نخدمو لمن نخدمو لله عز وجل فسامحونا طولنا عليكم شي شويه هذا هو